بأصوات متهدجة وحناجر تصدح بكلمات طيبة تذكر الله وصفاته العلى والرسل وتعاليمهم لنا. بزغت الموسيقى الروحية فكانت ملاذ شيوخ ملكوا أصوات من الفردوس فنذروها لمدح الخالق والأنبياء. المدائح والأناشيد تعبيرات وجدانية وروحانية بليغة، يعود تاريخها إلى تلك المدائح التي استقبل بها الأنصار رسولهم حين قدم إليهم مبشراً بالدين الحنيف، فقابلوه مرحبين مادحين ومنشدين. لا تزال الموسيقى الروحية محافظة على طقوسها الأولى، ففي أجواء دينية تسودها الروحانية وتجللها مشاعر القداسة، تعزف ألحانها الاستثنائية لتسمو بالوجدان إلى أعلى المقامات والمراتب، فيزداد المنشدون تألقاً في ليالي رمضان عبر حلقات تبعث الراحة والطمأنينة والسلام. فن يشدو بالنفس ويحلق بالروح في عوالم يسودها الصفاء. الموسيقى الروحية نشاط إنساني فريد، بديعة لما لها من رزانة وهيبة، تخترق الروح وتستميل الأنفس لتسافر بها إلى معارج الكمال ومراتب الصفاء.